ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور حلقه جديده من برنامج تحليلك ايه، عشان لما يجي لك المريض في المعمل تعرف توجهه صح. هنتكلم النهارده عن الرينال كوليك او اليورينري ستون او المغص الكلوي او حصوه الكليه. تمام، هيجي لك البيشنت يقول لك شويه اعراض، من شويه الاعراض دول هنعرف مبدئيا هو عنده ايه، هنعمل له شويه تحاليل وبعد كده نوجهه للطبيب المعالج. يلا بينا نروح على السبوره، ما نتكلمش كتير ونشوف الموضوع. قال لك الرينال كوليك او اليورينري ستون او المغص الكلوي او حصوه الكليه زي ما انت عاوز تسميها، المريض هيجي يقول لك انا عندي الم اسفل الظهر من ناحيه واحده. تمام كده؟ طيب، وهتلاقي لو هو راجل هيقول لك عندي الم في الفخذ او في الخصيه او في القضيب. حلو الكلام. هتسأله بكل بساطة history of urinary stone، انت جالك حصوة قبل كده ولا لأ؟ في الغالب هيقول لك عندي حصوة قبل كده. هتيجي تقول له في حرقان للبول وفي دم، في الغالب هيقول لك في حرقان وفي دم. هتلاقي عنده غثيان وعنده قيء. تمام كده؟ نجري على طول نقيس درجة الحرارة. ليه؟ لأن ممكن يكون عنده التهاب في الكلية. فركز في الحاجات دي، مهمة جدا جدا جدا. وهتيجي تسأله سؤال مهم جدا، البول حجمه طبيعي ولا بيقل؟ كل ما حجم البول يقل كل ما كميه، كل ما الكليه يكون فيها تدهور. هيجي يقول لك انا ما بينزلش بول اصلا مني، هنا معناها ان في حصوه سد الحلبين وبالتالي البول ما بينزلش. جميل كده؟ طيب، ناس كتيره جدا بتتلخبط بين المغص الكلوي وبين التهاب الزايده، الزايده موجود على اليمين. تمام؟ طيب، قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الفرق بين التهاب الزايده والمغص الكلوي ان الم الحصوه لا يتغير، تمام؟ بتغيير وضع المريض عكس ايه؟ الزايده. بعد ما مبدئيا عرفت ان الحاله دي رينال كوليك، هبدا اعمل لها ايه؟ المفروض هعمل كومبليت يورين اناليسيس، تحليل بول، عشان اشوف اذا كان في يو تي اي او اذا كان في اي كريستال. تمام، بعد كده هعمل كرياتينين عشان اطمن على حاله الكليه، او تعمل يوريا وكريات مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هتروح تعمل الترا ساوند على الكليه عشان نشوف لو في اي حصوات. بعد كده هتعمل اكس راي على المثانه والكليه والحالب عشان لو في اي حصوه. دي كانت حلقه النهارده في تشخيص الرينال كوليك. اتمنى الحلقه تعجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب. اشوفكم على خير في حلقه جديده. كان معاكم كابتن الاسيس، باي.